اهلا بيكم معايا في قناة لمسة امل. الفيديو بتاع النهاردة هيكون في الحمام التاني او في حمام الضيوف. انا الفيديو اللي قبل اللي فات عملت معاكم الحمام الرئيسي، نظفناه مع بعض حتة حتة وغيرنا في النظام بتاعه وزودنا شوية في الديكورات. فيديو النهاردة هيكون في الحمام التاني او حمام الضيوف، مش هعمل معاكم فيه تنظيف عميق، انا عملت التنظيف خلاص وخلصته علشان هي نفس الخلطة اللي استخدمناها في الحمام الرئيسي، فمش عايزة يكون الفيديو طويل عليكم. هي نفس الخلطة اللي استخدمتها في تنظيف السيراميك بنفس الطريقة ونفس الخلطة واستخدام الفوطة والمساح. اللي هيزيد معايا في الفيديو ده هو تنظيف السيراميك الاسود، لان السيراميك الاسود ده من اصعب ومن اكتر الحاجات المتعبة جدا. يعني انا بنصح اي حد هيجهز جديد ما يعملش سيراميك اسود ابدا يا جماعة. يمكن الابيض بتقدري تتحكمي في التنظيف بتاعه وبيكون سهل، بأي مسحوق لو بشوية شامبو وسافنجا بينضف معاكم بيبقى زي الفل، إنما السيراميك الأسود ده بصراحة أنا بعاني معاه معاناة فظيعة. فضلت أجرب خلطات، يعني الخلطة اللي أنا بستخدمها في تنظيف السيراميك الأبيض العادي جربتها في اللي تحت في السيراميك الأسود، باظ مني خالص، منضفش يدوبك كده، بس وقت ما بتشطفيه وبعد كده بيجير. مش عايز أي مبيضات، كلوريكس لا، كلور لا. اكتر حاجه طلعت بتنظف معايا هو سائل غسيل الصحون. اي حاجه بقى بتستخدم في تنظيف المواعين او في الصحون استخدمتها في السيراميك الاسود، هي الحاجه الوحيده اللي ما غيرتش معايا. والحاجه التانية اللي نظفت معايا السيراميك برضو كانت نتيجتها كويسه، الشامبو بتاع غسيل العبايات السمراء. هما اكتر حاجتين نظفوا معايا السيراميك الاسود وادوله لمعه وما غيرش بعد ما خلصت ونشفت، ما غيرش معايا. فانا دلوقتي غسلت الحمام بتاعي غسيل عميق، جبته من فوق وتحت والارضيات كل حاجه والقعده وكل حاجه، كل حاجه اتغسلت معايا وكمان الحوض بتاعنا. تمام، ده الحمام ما فيهوش اي حاجه. هوريكم انا هجهزه ازاي لو جاي لي ضيوف، بعمل ايه في الحمام، ولازم نهتم بالحمام بتاع الضيوف يا جماعه. ولو ما فيش حمام، يعني مش كل البيوت اكيد فيها حمامين، لو انت عندك عزومة او جايلك ضيوف هتعملي نفس الخطوات اللي هعملها في الحمام بتاعك. ده شكل الحمام يا حبايبي بعد ما خلصته، اضافات بسيطة جدا بس غيرت معانا شكل الحمام. زي ما انت شايفين يا حبايبي كده، اي زرعتين صغيرين ينحط على السيفون كده يدوكي شكل حلو قوي. وكمان بقى يا سلام لو جبتي زرعة صغيرة كده حطيتيها في الجنب اهو، الجنب ده اللي فيه الشاور، كل حاجة خاصة بالحمام. وطبعا دعكنا الدش بتاعنا بالليمون ومعجون الاسنان زي ما احنا متعودين، وشوفنا في الفيديو بتاع الحمام الرئيسي دعكنا الدش بنفس الحكايه بالليمون وبمعجون الاسنان. وعندي كمان باسكت على الارض. تعالوا بقى نشوف الجنب بتاع الحوض والتفاصيل بتاعته هتكون ايه. وده الجنب بتاع الحوض، وحاطين على المرايه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي الفازه دي بالوردتين دول. اي فازه بسيطه، اي فازه تكوني استغنيتي عنها ومش محتاجاها بره، ادمت فيها حته كسرت ومش حابه تحطيها بره في الريسبشن، دخليها الحمام اهي. والعلبه دي كانت عندي وحطها كده كديكور، ولو حد عايز يحط ساعه او دبله او خاتم اي حاجه من الاكسسوارات دي بيحطها في العلبه دي. وكمان حط معايا ازازه البرفان دي، ودي حاجة ممكن تعمليها لما يكون عندك ضيوف او عزومة وهيدخلوا الحمام، يبقى حطي ازازة برفان علشان اللي عايز يعطر ايده بعد الاكل. واللي شاف الفيديو بتاع الحمام الرئيسي هيشوف الوزة دي، هيفتكر الوزة الموف. انا حاطة هنا الوزة الحمراء، وحاطة كمان عودين القرفة بتوعنا علشان يعطروا معايا الحمام بالشكل ده، وحاطه كمان العلبه دي فيها معجون الاسنان والفرش زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نشوف كمان لو احنا عندنا عزومه هنحط ايه. وبحب لو عندي ضيوف ان انا احط كمان شامبو غسيل الايد او الهاند ووش. انا كده كده حاطه الصابونه العاديه، بس في ناس كتير ما بيحبوش يستخدموها،
في ناس موسوسة، في ناس ما بتحبش تستخدم صابونة حد، فأنا بحط الهاند ووش علشان أريح نفسي، والناس اللي ما بتحبش تستخدم صابونة حد يبقى ده حل بسيط ليها. وبجهز كمان من ضمن تجهيزاتي لو عندي عزومة، بجهز مناديل تنشيف مش هحط فوق تقضي كل الضيوف اللي عندي، فبقوم مجهزة بقى باسكت زي ده، شايفين اهو انا جبت المناديل بتاعت التنشيف حطيتها، قطعتها وحطيتها كده علشان تكون سهلة عليهم، وبدل ما يستخدموا فوط. وبرده زي ما قلت لكم في موضوع استخدام الصابونة، في ناس ما بتحبش تستخدم فوطة حد، حتى لو حطيت فوطة اتنين تلاتة، انا لو عاملة عزومة كبيرة مش هقدر ان انا احط فوط بعدد المعازيم اللي عندي، فبحط المناديل دي، وبحط كمان اعواد تسليك الاسنان، وبحط وايبس. تمام يا حبايبي، دي من اهم الحاجات اللي تكون موجودة عندك في الحمام لو عندك عزومة، صابون غسيل الايد او الهاند ووش، والمناديل للتجفيف، واعواد تسليك الاسنان، والوايبس. ودلوقتي هوريكم نظره سريعه كده على الحمام كله. انا عارفه ان حمامي بسيط بالنسبه لحمامات تانية كتير، بس صدقوني مهما كان الحمام بسيط او مهما كانت مساحته ضيقة، ممكن احنا باضافات بسيطة جدا نظبط الحمام ونخليه مريح لينا احنا حتى نفسيا. واللي حمامها صغير قوي يا بنات، يعني في منظمات دلوقتي بتتعلق على الحيطة وفي حاجات صغيرة كده بتبقى جميلة قوي وما بتاخدش مساحة، حاولي تظبطي في حمامك على قد ما تقدري، حاولي تجيبي اي فازة ورد، خلي في الحمام دايما حاجة زرع يا بنات، يعني ما تتخيلوش بيدي راحة نفسية وجمال قد ايه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى التغيير اللي انا عملته في الحمام يكون عجبكم واداكم افكار. ومن دلوقتي للفيديو الجاي بتمنى لكم السعادة وراحة القلب وراحة البال. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.